هل الإنسان ممكن يختفي في لحظة وما يبقالوش أي أثر؟ شخص عايش حياة كاملة، بيشتغل، عايش ليه بيت وجيران، ليه أصحاب وقرايب وأهل، فجأة وبدون سابق إنذار يختفي بدون أثر، وكأنه تبخر في الهواء، أو كأنه ما كانش موجود من الأصل. أطفال، كبار، رجال، سيدات، مش كده وبس، دي قرى كاملة وحضارات ومدن اختفت وكأنها ما كانتش موجودة في يوم من الأيام. خلونا نبدأ على طول بواحدة من أشهر قصص الاختفاء في العدم الغير مفسرة لحد دلوقتي، قصة اختفاء إيميليا إيرهارت، أول طيارة سيدة في العالم تعدي المحيط الأطلسي وحققت عدد كبير من الأرقام القياسية وحصلت على الشهرة طاغية وعالمية. يوم 2 يوليو سنة 1937 بدأت إيميليا رحلة حول العالم بطيارة من طراز جديد بمشاركة طيار تاني اسمه فريد نونان، ودي ما كانتش أول رحلة تعملها حول العالم، وتوقفت خلال الرحلة للاستراحة والتزود بالوقود في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. كان فاضل ليها 11,000 كيلو فقط على إتمام الرحلة، وكانت معظم المسافة اللي فاضلة فوق المحيط الهادي. ولكن اللي حصل كان غير كل التوقعات، قطع الاتصال مع إيميليا هارت وفريد نونان، وبدأت العمليات في البحث عنهم أو حتى عن حطام الطائرة دون أي فائدة. الولايات المتحدة الأمريكية كلفت أسطول جوي وبحري وأسطول حربي حامل للطائرات بالبحث عن إيميليا إيرهارت، ده غير سفينتين يابانيتين شاركوا في البحث. اتكلفت عملية البحث ملايين الدولارات آنذاك، وبعد سنتين من البحث المستميت وتحديدا في يناير 1939 الحكومة الأمريكية أعلنت مقتل إيميليا إيرهارت وفريد نونان بدون أي دليل ولا إثبات مادي. الطيارة ما كانش فيها بنزين يكفي لأنها تمشي أكتر من 100,000 أكتر من 100 كيلومتر، والمكان اللي انقطع فيه الاتصال كان واضح ومكشوف، ولكن الطيارة حرفيا ما كانش ليها أي أثر. والأغرب إن في سفينة اسمها إيتاسكا كانت مخصصة لمتابعة طيارة إيميليا إيرهارت، كانت قريبة جدا من مكان اختفاء الطيارة وفقدان الاتصال بها، وانطلقت فورا في مهمة البحث، ولكنها لم تعثر على أي دليل أو أثر يدل على الطائرة أو سقوطها أو اختفائها. الطيارة باللي فيها اتبخرت. لما ندور في سجلات الاتصال لقينا اتصال وارد من نفس احداثيات اختفاء الطيارة، ولكنه كان مبعوث بإشارات غير مفهومة وكأنها كانت رسالة مشفرة بشفرة محدش يفهمها، ومن وقتها محدش قدر يفسرها، وبيقال انها اتفسرت وخبوا التفسير بتاعها. مش دي الحاجة الغريبة اللي حصلت، بس في محطات اتصال ومحطات راديو بعيدة جدا عن مكان الاختفاء تلقت إشارة للنجدة SOS من إيميليا إيرهارت. التفسيرات كانت كتيرة جدا، ناس قالت الطيارة وقعت وغرقت في زمن قياسي، بس فين أجزاء الطيارة؟ ناس تانية قالت إن إيميليا إيرهارت وفريد نونان تم أسرهم بعد تحطم الطيارة وإعدامهم في جزيرة سايبان باعتبارهم جواسيس. وظهرت بعض الادعاءات بوجود متعلقات شخصية لإيميليا إيرهارت هناك، وتقال كمان إن هما لقوا قبر الاثنين، ولكن بعد الحفر هناك سنة 2004 لم يتم العثور على أي عظام، وبالتالي الموضوع كده يعتبر إشاعات وبحث عن الشهرة. وفي 2006 قناة ناشونال جيوغرافيك نشرت حلقة من سلسلة تاريخ غير مكتشف بتتكلم عن الدعاء بأن إيميليا إيرهارت نجت من رحلة الطيران حول العالم وراحت عاشت في ولاية نيو جيرسي الأمريكية وغيرت اسمها وبدأت حياة جديدة وتجوزت. ده مجرد افتراض ونظرية كمان. في بقى نظرية أخرى البعض مصدقها، إن في كائنات فضائية هي السبب وراء اختفائهم. في 1970 نشر كاتب كتاب لي بيقول إيميليا إيرهارت عايشة بشخصية تانية وبتشتغل في بنك في نيويورك، وحدد اسم الشخصية بالفعل، ولكن الشخصية اللي ذكر اسمها رفعت دعوة قضائية على هذا الكاتب وطلبت بتعويض كبير لأن ما كانش ليها أي علاقة بإيميليا إيرهارت، وحصلت على التعويض بالفعل. ويظل التساؤل موجود، راحت فين إيميليا إيرهارت؟ وراح فين رفيقها اللي كان معاها؟ وراحت فين الطيارة؟ خلونا نروح في ملفنا النهاردة، في ملفاتنا السرية، لقصة اختفاء تانية ما تقلش غرابة عن اللي فاتت، والمرة دي حصلت لأسرة أمريكية عادية جدا. يوم 14 يونيو سنة 1969 في عيلة راحوا يقضوا الأجازة في رحلة تخييم في منتزه في الغابة. الأب بيل مارتن والأم والجد نصبوا الخيمة وحطوا قدامهم ترابيزة وكراسي وأكل، والأولاد دينيس وأخوه كانوا بيلعبوا قدامهم.
وجت أسرة تانية نصبوا خيمة بالجوار، والولاد اتعرفوا على بعض وبدأوا يتشاركوا اللعب مع بعض قدام العائلات وتحت مراقبتهم. وكان القرار مثلا ان هم يلعبوا استغماية. كل الأطفال راحت تستخبى، وبعد فترة بسيطة خرجوا من المخابئ ما عدا دينيس مارتن. الأب اتخض جدا وبدأ يدور على ابنه في المكان اللي شافه بيستخبى فيه بدون أثر. فضل ينادي عليه بصوت عالي مش بيرد. الأب حس بالخطر وبدأ يجري في كل مكان وهو بينادي على ابنه بشكل هستيري وكل الموجودين معاه. للعديد والعديد من الكيلومترات في البحث دون أثر. في نفس الوقت جد الطفل بلغ حراس الغابة باللي حصل، وانتشروا في كل الأرجاء بحثا عن الطفل، غير أسر تانية زي ما قلنا اللي كانوا متواجدين وتطوعوا للمشاركة في البحث. استمرت رحلة البحث لحد 6 مساء. الجو اتقلب، نزلت أمطار غزيرة، فقرروا يأجلوا استكمال رحلة البحث لتاني يوم. مع شروق الشمس انطلقت أكبر عملية بحث بمشاركة أكتر من 1000 مجند من حراس الغابة اللي عارفين وحافظين كل شبر فيها. كانت معاهم كلاب مدربة وبدأوا في تمشيط الغابة بشكل دقيق على مدار 24 ساعة. لكن دينيس ما كانش ليه أي أثر، حتى الكلاب ما حستش بريحة في أي مكان في الغابة، وكأن الطفل اتبخر في الهواء دون أثر. حصلت حاجة كمان غريبة وغير متوقعة ومحدش عارف سببها، وهي مشاركة فرقة عسكرية للعمليات الخاصة مدربة تدريب قتالي على أعلى مستوى. الفرقة دي بيتلقوا أوامرهم من الرئيس الأمريكي مباشرة. شاركوا في البحث عن هذا الطفل ومحدش عارف بالضبط مين كلمهم ولا مين طلب منهم التدخل وإيه سر اهتمامهم أصلا. تعرفوا أن شارك في البحث كمان المحقق مكارثي اللي كان واحد من أعوان الـ FBI، وخلال مسيرته قدر يوصل للمئات من أعتى المجرمين. بعد أيام من البحث بدون فائدة، هذا المحقق قال: عمري في حياتي ما صادفت حالة اختفاء دقيقة بالشكل ده. كان الطفل ما كانش ليه أثر وكأنه غير موجود من الأصل. وبسبب رحلة البحث الفاشلة دخل المحقق مكارثي في حالة نفسية سيئة لدرجة أنه قرر التقاعد عن العمل وانتحر. لحد النهاردة محدش قدر يعرف سر اختفاء الطفل دينيس مارتن. هل ممكن يكون حيوان التهمه؟ كانوا سمعوا صرخاته أو لقوا أي رفات أو أثار أو ملابس؟ هل فعلا تم اختطافه لبعد زمني آخر زي ما البعض قال؟ هل في حاجة اسمها كده أصلا؟ هل تتهاجم وتخاطف من كائنات غير معروفة؟ طب إيه سر تدخل فرقة العمليات الخاصة في البحث؟ وإيه دخل واحد من الـ FBI واللي بيتعاون معهم في البحث عنه؟ أسئلة بدون إجابة. قرية أشلي اللي كانت موجودة في ولاية كانساس الأمريكية يوم 16 أغسطس سنة 1952 ضرب زلزال ضخم بقوة 7.9 هذه القرية. لما عمال الإنقاذ حاولوا يروحوا هناك ما لقيوش القرية، لقوا قدامهم شق كبير في الأرض طوله حوالي 1000 متر وعرضه 500 متر. الشق ده وصفوه بكأنه أشبه بفوهة بركان وإنه تحته نار وحمم بركانية. ما كانش فيه أثر لكل سكان القرية اللي كان عددهم حوالي 700 ساكن. ما فيش حتى أثر للبيوت، وكأن الأرض اتشقت وبلعت كل حاجة. بعد عمليات بحث طويلة تم إعلان إن كل سكان القرية في عداد الموتى. تاني يوم الشق اللي حصل اتردم لوحده وكأنه ما كانش موجود. بيقال إن حصل زلزال تاني هو اللي تسبب في ردم الشق بالصخور والأتربة. مش دي الحاجة الغريبة اللي حصلت. اللي هقوله لكم أغرب بكتير إن يوم 8 أغسطس سنة 1952 قبل الزلزال بأسبوع تقريبا، الشرطة تلقت أكتر من بلاغ من سكان قرية أشلي والمواطنين اللي ساكنين قريب منها بيقول في ثقب أسود موجود فوق القرية، وبعض الاتصالات كانت بتبلغ بوجود سحابة سودة مخيفة فوقهم. كل شوية الشرطة كانت بتتلقى اتصالات بتقول السحابة السوداء أو الثقب الأسود بيوسع وبيكبر وشكله غريب. فقرروا يبعتوا ضابط للقرية عشان يشوف إيه الموضوع، ولكن بيقول تهته معرفتش أوصل أصلا للقرية وتجاهلوا الموضوع للأسف، بالرغم على فكرة إن في طريق واحد معروف بيوصل للقرية ومفيش مجال إنه يتوه. الشرطة قررت تبعت قوات بعدد كبير وعشر عربيات تقريبا. رجعوا وقالوا مش لاقيين الطريق المؤدي للقرية. في نفس الوقت بدأت الشرطة تتلقى اتصالات تانية من سكان القرية بيقولوا السحابة السوداء غطت القرية بالكامل لدرجة ان احنا عايشين في ظلام دامس مستمر والشمس ما طلعتش رغم الساعة 10:30 الصبح وهذه نهاية العالم. اتصالات كتير بتشتكي من ان سكان القرية مش عارفين يخرجوا براها او يهربوا. اتصالات تانية بتبلغ بوجود اطياف غريبة بتتجول في الشوارع، اصوات قوية تشبه الرعد، ظهور موتى يتجولوا في الشوارع امام البشر الساكنين. أهم اتصال تلقته الشرطة من سيدة اسمها أبريل فوستر، كانت طول الاتصال بتكرر جملة واحدة: لقد عادوا جميعا.
الضابط اللي تلقى المكالمة حاول يعرف منها أي تفاصيل ولكن بدون فايدة. أبريل فضلت تصرخ وتعيط ومش بتقول غير لقد عادوا جميعا. وفي وسط كل اللي بيحصل ده محدش كان قادر يوصل لقرية أشلي ولا لاقيين طريقها اللي كان واضح وضوح الشمس. بدأت الاتصالات اللي بتيجي للشرطة تختلف. الموضوع تحول لبلاغات من الأهالي باختفاء الأطفال. حوالي 420 مكالمة بتبلغ باختفاء 217 طفل وطفلة. والمتصلين كانوا بيقولوا أطفالهم قبل ما يختفوا كانوا بيتصرفوا بشكل غريب وبيتكلموا مع أشخاص غير موجودة وكانوا بيعيطوا عشان عايزين يخرجوا في الضلمة اللي برا البيوت بأي شكل وكأنهم محبوسين جوا البيوت. يوم 13 أغسطس قبل الزلزال بثلاث أيام أهالي قرية أشلي بلغوا بوجود حريق ضخم لونه أحمر قاتم ومرتفع إلى السماء. بالرغم أن من كل الناس اللي عايشة حوالين قرية أشلي ما لاحظوش أي وجود للحريق وطلقت الشرطة اتصال من سيدة أخرى منهارة بتقول بشكل هستيري لقد عاد الأموات بالكامل إني أراهم جميعا إنهم حولنا في كل مكان أنا الآن أرى ابني الذي توفي من ثلاث سنوات أنا خائفة جدا إنه قادم كي يقضي علي وبعدها انقطع الاتصال. طب أقول لكم الأغرب مركز المراقبة الجيولوجية بعد تحليل الزلزال اللي حصل في قرية أشلي قال إن اللي حصل ما كانش زلزال أصلا كان نشاط من نوع آخر وتم تحويل الملف لتحديد نوع النشاط وبالمناسبة ما تحددش لحد يومنا ده. الأغرب إن السلطات في كانساس حذفت جميع سجلات قرية أشلي واعتبروها ما كانتش موجودة من الأساس اتمسحت من كل الخرائط وكأن اللي حصل ما حصلش ولكن الأخبار اتسربت من خلال حكايات الضباط وأهالي سكان القرية والصحفيين اللي كانوا بيحاولوا يغطوا الموضوع. حالياً لو دورت في أي مكان هتلاقي إن اللي بيتقال إن قرية أشلي هي قرية وهمية من الأصل ملهاش وجود وقصص من الخيال اختلقها الناس فيما بينهم. الدليل الوحيد اللي بيأكد وجود قرية أشلي وصحة القصة تسجيل صوتي لمكالمة أبريل فوستر مع الضابط بيتر ويلش وعشان كده كنت بقول لكم من شوية إنه أهم اتصال تلقته الشرطة. بحثنا بقوة عن التسجيل على الانترنت كل الموجود هو أداء تمثيلي مستخدمين فيه الكلمات اللي كانت موجودة في تفريغ المكالمة. الدليل الثاني ظهر منذ سنوات بسيطة لما واحد من هواة جمع الأوراق والمخطوطات والمقتنيات القديمة لقى شهادة ميلاد لطفل أم من وليد قرية أشلي في كانساس والشهادة دي تاريخها بيرجع لسنة 1934. هي الأرض اتشقت وبنت القرية بكل اللي فيها؟ القصة دي مختلقة فعلا وملهاش أي أساس من الصحة؟ طب ليه انتشرت وليه الناس بتتنقلها على مر السنين؟ إيه الهدف؟ إزاي الاتصالات ما انقطعتش عن القرية في وسط كل الأحداث الغريبة اللي كانت بتحصل؟ لو الموضوع حقيقي ليه تم محو الموضوع تماما من كل السجلات بالكامل وكأن القرية دي ما توجدتش أصلا؟ هل الموضوع كان جزء من تجربة سرية زي ما قال البعض تسببت في كارثة دمرت القرية؟ وعشان كده تم الإخفاء؟ كل دي أسئلة لا نملك الإجابة عنها. أشلي مش القرية الوحيدة اللي اختفت وتلاشت في العدم وأهلها ما بقاش ليهم أثر. رجعوا بالزمان لسدوم وعمورة ودي ذكرت في القرآن الكريم القصة قصة قوم لوط وإحنا عارفين القصة بالكامل لما محيت هذه تلك القريتين بالكامل سدوم وعمورة. طيب لو أنت عاوز تحصل على كتاب خبايا زي ما اتفقنا كتاب خبايا نزل الجزء الأول والتاني كمان خلاص نزل لو عايز تحصل عليه في أكتر من طريقة. لو أنت حابب تقابل مندوبنا عند أي محطة من محطات المترو هتتصل بالرقم ده أو تبعت له على واتساب هو رقم 011-282-5383 011-282-5383. طيب لو انت من محافظة غير محافظة القاهرة في مكتبات كتيرة جدا نزل فيها كتاب خبايا. طيب لو انت عايز مندوب برضو يقابلك او يوصل لك الكتاب في اي محافظة ادخل حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك. الجروب اسمه عيلة احمد يونس على فيسبوك واكتب اسم حضرتك وانت من محافظة ايه والمندوبين بتوعنا في المحافظات المختلفة هيتواصلوا معك على جروب عيلة احمد يونس. طيب لو انت من القاهرة والجيزة وعايز الكتاب تقابل مندوب كمان يقابلك بيهم وتحصل عليه فورا الرقم التاني لمندوبنا في القاهرة والجيزة هو 010-00-33-545 010-00-33-545 وبفكرك مندوبنا اللي بيكون قريب من محطات المترو كلها أستاذ حسن
رقم تليفونه للتواصل هو 011-282-5383. كتاب خبايا من دار سما للنشر للعبد لله، وهو كتاب شهري هيستمر معانا على طول إن شاء الله، وتحت رعاية إعلامية للراديو 90-90. طيب نروح لسنة 1930. كان في صياد حيوانات كندي طلع رحلة صيد طويلة لأنه كان عايش على صيد الحيوانات وخصوصا الدببة والتعالب، وبيبيع فروتها بمبالغ. في الطريق قابل قرية اسمها أنجي كوني في القطب الشمالي. هدوء في القرية، ما فيهاش مخلوق. لما دخلها لقى القرية فاضية تماما، البيوت مفتوحة، ما فيهاش حد. مراكب صيد السمك بتاعت أهالي القرية موجودة في مكانها ومربوطة بالحبال، حتى الكلاب اللي كانت بتملى القرية مش موجودة. دخل البيوت يدور فيها على أي حد في محاولة أنه يعرف إيه اللي حصل. لقى البيوت فيها أكل ولبس وأطباق مرمية على الأرض وأزايز متكسرة، ملابس فيها إبل الخياطة، وكأن كان في حد بيخيط وسابها فجأة. أكل موجود على بقايا من النار، سنارات صيد وشبك وأسلحة كلها موجودة، جاكيتات وجوانتيات وملابس تقيلة للأهالي بيلبسوها لحمايتهم من البرد. الصياد حس إن في حاجة حصلت تسببت في أن أهل القرية كلهم هربوا فجأة. حاول حتى يدور على أثر الأقدام على التلج، مفيش. قرر يروح لأقرب نقطة بريد ويبعت تلغراف للشرطة اللي انتقلت فورا للمكان وبدأت تمشطه، ولكن مفيش أثر ولا في تفسير. اتفاجأت الشرطة بحاجة أغرب، المقابر الموجودة في القرية كانت كلها مفتوحة، لا فيها عظم ولا فيها بقايا للجثث اللي كانت مدفونة، فيما عدا قبر واحد بس كان بيرجع لمؤسس القرية، كان مقفول زي ما هو. والأغرب برضو إن الأرض اللي حوالين المقابر كانت دافية وما كانش عليها تلج بخلاف كل مكان في القرية. حتى الشهود الشواهد بتاعت القبر كانت متشالة من مكانها ومتكومة كلها في مكان واحد. اتقفل التحقيق في الموضوع ده، وبعد اللي حصل بسنة الحكومة الكندية قررت هدم القرية بالكامل. وبرضو زي ما حصل مع قرية أشلي اتمسحت القرية دي كمان من كل الخرائط الحكومية الرسمية، ولكن بعض الخرائط القديمة لسه موجود فيها اسم القرية وموقعها. إيه اللي حصل اللي خلى أكتر من 3000 شخص يختفوا كأنهم كانوا لم يوجدوا أصلا من الأصل؟ هربوا فين؟ هربوا من إيه؟ هربوا راحوا فين؟ الجثث اللي كانت والجثامين اللي في المقابر راحت فين؟ وحوالين المقابر درجة الحرارة عالية والتلج والجليد منصهرة ليه؟ قرية داوود لو اشتهرت القرية الواقعة في إحدى الولايات بحادث مرعب يطلق عليه الأتراك اسم الأجداد السود. برغم أن مكان وقوع الحادث لم يتم التأكد منه، إلا أن الكثيرين بيعتقدوا أنها السبب اللي دفع أهل القرية لهجرها. تناقلت الصحف التركية في العام 1989 العديد من الأخبار حول رؤية مخلوقات غريبة تتجول في القرية مع الظلام. مع كثرة الأخبار امتنع السكان عن الخروج من المنازل ليلا، مما أثار فضول أحد الصحفيين ليذهب بالكاميرا إلى القرية. بعد ما راح لوقت بدأ يحس بحاجات غريبة، ساب كاميرته وترك يعني تركها لدى أحد أطفال القرية، كان عنده 14 سنة، قال له صور أي حاجة غريبة. بعد 3 أيام من مغادرة الصحفي عثر أهل القرية على 7 جثث لأشخاص متقطعة، وكان من ضمنهم الطفل. في المنزل اللي اتقتل فيه الطفل عثرت الشرطة على اسم الصحفي مكتوب بالدم على الجدار. اعتقل الصحفي وتم التحقيق معاه، ولكن أطلق سراحه لعدم وجود أي دليل إدانة. وفي فبراير 1989 عثر على ملابس الصحفي ودفتر ملاحظاته في إحدى الغابات، ولم يجد أحد أثر لجثمانه حتى الآن. بيعتقد سكان القرى التركية أن جميع هذه الحوادث مرتبطة ببعضها، وأن من يفعلها هم الأجداد السود. فتركوا القرية وقام العديد من مشاهير الأتراك بزيارة القرية ونقل بعض القصص حولها. في على فكرة كمان فيلم رعب اسمه الأجداد السود عرض في 2011 بيحكي قصة القرية بالكامل بأسلوب الأفلام الوثائقية. قرية الظل المتشعب، وهي إحدى القرى التركية التابعة لولاية بورصة، نبشت جميع قبور هذه القرية حسب ما بيقول السكان، وتضربت الروايات حول السبب الحقيقي اللي جعل سكان القرية يسيبوها بالطريقة دي. في اللي قال انها مسكونه، وفي اللي قال ان الموتى صحيوا، وفي روايه اخرى نساء القريه لم تلد ذكورا لفتره طويله وماتت جميع الحيوانات وامطرت السماء حجاره. في فيلم كمان اسمه دابي تناول قصه القريه ولقى رواج كبير. قريه مرعبه في ازمير،
قرية جبلية كان بيسكنها أتباع إحدى الديانات، وبتقول الرواية إن سكانها كانوا بيمارسوا السحر الأسود، وبتقول الأسطورة إن نيران مجهولة السبب نشبت في القرية، واعتقد الكثيرون إن الجن هم من أشعل النار في القرية. خاف سكان القرية وهجروها، وصورت مجموعة من اليوتيوبرز الأتراك فيلم بيحكي عن زيارتهم لقرية الرعب في إزمير. قرية النهر الأحمر، وفقا للأساطير فإن القرية قد سكنها الجن وتحولت قصصهم فيها لسلسلة رعب كاملة تحت اسم عزام. وبيقال أن عزام هو أحد أنواع السحر، وبيقال أيضا أن راعي عملوا سكان القرية بسوء فسحرهم بهذا السحر البشع والشرير. بتقول الأسطورة أن جني أقدم على اغتصاب إحدى بنات القرية، وحينما حملت هذه الفتاة منه هاجم الجن القرية لاستعادة طفله وزوجته. ومن القرى لحاجة تانية، قصة غريبة في نوفمبر 1971 تحديدا، في طيارة طالعة من مطار سياتل في أمريكا، في راكب من ضمن 70 راكب تانيين على الطيارة كان اسمه دي بي كوبر، شكله كان بيقول انه رجل أعمال في الأربعينات من عمره، طلب حاجة يشربها من المضيفة وجابتها له، وبعدين نده لها تاني وقال لها بكل هدوء ابتسامة: أنا معايا قنبلة وهفجرها حالا لو ما بلغتيش قائد الطيارة. اترعبت وراحت فورا تبلغ الطيار باللي حصل. الطيار ما كانش مصدق وفاكره مقلب، خصوصا ان المضيفه قالت له ده شان شخص مبتسم وهادئ جدا. الراكب الغامض راح ورا المضيفه ودخل كابينه القياده وفتح شنطه صغيره ووراهم القنبله بالفعل. الطيار بلغ السلطات الامنيه بالوضع، والسلطات كانت بتحاول تتفاوض مع دي بي كوبر، وكانت طلباته 200,000 دولار واربع مظلات قفز. السلطات وجهت الطيار بالهبوط في مطار تاكوما، واستلم كوبر المبلغ والأربع مظلات من خلال المضيفة، وأطلق سراح جميع الركاب فيما عدا طاقم قيادة الطيارة والمضيفة، وطالب المسؤولين بملء خزانات الطيارة بالوقود، وأمر قائد الطيارة بالتوجه لنيو مكسيكو. وبعد انطلاق الطيارة حبس كوبر المضيفة مع طاقم قيادة الطائرة في كابينة القيادة، وفي نفس الوقت السلطات كانت بتتبع الطيارة من خلال مقاتلة حربية. حصل حاجة ما كانش حد متوقعها. بعد ارتفاع الطيارة لمسافة 10,000 متر انطلق جرس انذار في الطيارة، واتضح ان كوبر استخدم واحدة من المظلات اللي استلمها وفتح باب الطيارة الخلفي ونط واختفى. ودي طبعا قفزة مستحيلة بكل المقاييس بسبب الارتفاع الشاهق اللي الطيارة كانت بتطير فيه، وثانيا بسبب ان الطيارة اصلا غير مجهزة للقفز، وثالثا ان الرياح كانت قوية جدا والجو قارس البرودة مع الارتفاع الشديد. بعد قفز كوبر هبطت الطيارة في مطار وودلاند، وبدأ المحققون في تفتيش الطيارة بدقة. لقوا الثلاث المظلات الفضلين والكرافات اللي كان لابسه كوبر، وما لقيوش حاجة تانية. رفعت البصمات ولقوا أكتر من 60 بصمة. في الأول اعتقدوا أن البصمات دي بترجع لعمال صيانة الطيارة، لكن بعد مطابقة البصمات ما طلعتش بصماتهم، ولا البصمات كانت متوافقة مع أي بصمات تانية مسجلة عند الشرطة. الشرطة كلفت أكتر من 300 شرطي بعمل تمشيط واسع للمنطقة اللي قفز فيها كوبر، ولكنهم ما لقيوش أي دليل لوجوده. وسعت الشرطة البحث وامتد لجميع أنحاء أمريكا بكل ولاياتها ولحد المكسيك، ووزعوا صور كوبر اللي اترسمت بوصف المضيفة وطاقم قيادة الطيارة، وانتشرت كمان في الجرايد، ووزعوا نشرة بالأرقام التسلسلية للفلوس اللي ادوهاله على كل الفنادق والمحلات. عرضوا مكافأة كبيرة لأي أحد يدلي بأي معلومات عن كوبر. الأغرب إن الاسم اللي كوبر حجز بيه تذكرة الطيران دي بي كوبر ملوش أي وجود في جميع السجلات في أمريكا، ولحد دلوقتي ولا لقوا كوبر ولا لقوا الفلوس ولا حتى لقوا القنبلة ولا أثر لوجودهم. تاخد بقى النكتة إن اللي حصل إن بعد ما نشرت الصورة، بعد ما نشرت، جاء أكتر من حوالي 1000 بلاغ كلهم بيقولوا إن هم شافوا هذا الرجل بنفس المواصفات في أكتر من دولة مختلفة. فاكرين العبارة السلام 98 اللي حصل يوم 3 فبراير 2006 وراح ضحيته أكتر من 1000 شخص؟ حادث مأساوي خيم الحزن بسببه على كل مصر والوطن العربي بالكامل. كل اللي كانوا موجودين يعني من مواليد يعني الفترة اللي قبلها كانوا بيتابعوا اللي بيحصل، ومصر كلها كانت بتتابع عمليات الإنقاذ، والأهالي متجمعين عند ميناء السفاجة مستنيين أي خبر عن قرايبهم اللي في البحر، نفسهم بيسمعوا اسمهم في الناجين اللي تم إنقاذهم أو حتى في الجثامين اللي عثر عليها. ظهرت مفاجأة، بعض الأهالي أكدوا أنهم شافوا قرايبهم وذويهم وسط الناجين وشافوهم في التلفزيون، ولكنهم اختفوا بلا رجعة. ألف ميم أخت ميم ميم أحد الناجين من غرق العبارة قالت أخوها بعد ما تم إنقاذه ونقل لمستشفى الغردقة
حد من زمايله بلغهم بمكانه وانه موجود في الدور الرابع في المستشفى. اكدت ان اخوها عمل حوار صحفي مع احدى الجرايد اثناء تواجده في المستشفى، واسمه ذكر ضمن اسماء الناجين اللي اتنشرت في جريده احدى الجرايد، ولكنها لما راحت المستشفى تشوفه لا لقيته ولا لقت اي اثر ليه اصلا في كشوف الناجين. أخته بتقول لجأت لأحد العاملين في المستشفى وكلم لها مدير المستشفى وسألته عن أخوها، ومدير المستشفى أكد وجوده بالفعل ضمن اللي دخل المستشفى وقال لهم إنه كويس وطمنه لأنه خرج من المستشفى وفي الطريق ليكم لأنه حالته الصحية كانت تسمح بخروجه. عدت الأيام وقالت أخوها ميم ميم اتصل بيهم في التليفون وقال لهم أنا كويس بخير جدا الحمد لله وجاي قريب ادعولي، لكنه مرجعش وانقطعت كل أخباره. الحاج عين جيم من مدينة رشيد محافظة البحيرة أكد هو كمان أن أخوه اللي كان ضمن طاقم المشرفين على العبارة كلمهم من المستشفى بعد الغرق وأكد لهم سلامته أنه موجود في غرفة 14 في الدور الثاني في المستشفى، وقال لهم هخرج بعد ما التحقيقات كلها تنتهي، ولقوا اسمه ضمن كشوف الناجين بالفعل وشافوه ضمن اللي تم إنقاذهم على شاشة التلفزيون. الحاج عين بيأكد أنه كمان مسجل اللقطة دي عنده، ولما راحوا يشوفوه في المستشفى ما لقوش ليه أثر. اتقال انه خرج برضه. بعض الناجين اكدوا ان هم شافوا سين عين وهو بيستقل مركب مطاطي وهو كان قبطان العبارة واختفى. الله اعلم الكلام ده مدى صحته ايه. الناس دي راحت فين؟ هل الاهل من كتر الحزن والصدمة تهيأ لهم؟ طب طاقم الطبي اللي اكدوا ان الناس دي كانت موجودة؟ واللقطة اللي اتسجلت اللي بيقول انه سجلها من على التلفزيون، الناس دي اختفت فين واختفت ليه؟ كل اللي حكيناه جزء بسيط من حالات الاختفاء الغير مبررة اللي بتحصل في العالم كله، ولسه في أمثلة تانية. عندك حادث الاختفاء اللي حصل سنة 1949 لما جندي متقاعد اختفى من الأوتوبيس اللي كان راكبه بدون أثر. كل الركاب اللي كانوا معاه أكدوا أنه كان راكب معاهم طول الرحلة، ولما نزلوا كلهم ما نزلش وما كانش موجود. لما طلعوا البعض يشوفوا لقيهوش، لقوا شنطة هدومه وتذكرة سفر وجدول الرحلات اللي كان ماسكه في ايده وهو ملوش اثر وكأنه تبخر. ده غير كمان قصة جاكسون رايت اللي كان مسافر مع مراته مارثا لنيويورك بالعربية، وبعد ما عدوا نفق لينكلين بالعربية ركن ونزل منها علشان ينظف الازاز من البخار اللي اتجمع عليه عشان يقدر يشوف الطريق كويس، ومراته كمان نزلت تنظف الازاز الخلفي. ولكن لما جاكسون خلص تنظيف الازاز الامامي بص على مراته ما لقاهاش. الكلام ده في ثواني، دور عليها في كل مكان ودخل النفق تاني وفضل ينادي دون أثر. حادثة الاختفاء دي مش بتفكرك بحاجة؟ بتفكركش بمثلث برمودا اللي كان ورا مئات حوادث الاختفاء غير المفسرة، لدرجة ان بعض التفسيرات قالت ان كان السبب في اختفاء طيارة إيميليا إيرهارت اللي كنا لسه بنتكلم عنها في بداية الملف. خليني افكرك كده بشوية حوادث اختفاء غامضة كانت السبب فيها مثلث برمودا. سنة 1812 بنت نائب الرئيس الأمريكي في الوقت ده كانت مسافرة على متن سفينة باتريت من جنوب كارولينا لنيويورك. مسار الرحلة كانت متخطط له كويس، ولكن عيبه الوحيد أنه كان بيمر بمثلث برمودا. اختفت السفينة في 30 ديسمبر سنة 1812 ولم تظهر حتى الآن. سنة 1814 اختفت السفينة الأمريكية والسعب بكل طاقمها المكون من 140 فرد من منطقة مثلث برمودا. وسنة 1824 اختفت السفينة وايلد كات وهي في طريقها لكوبا مع طاقمها المكون من 14 فرد. سنة 1840 كانت سفينة الفرنسية روزالي بتعبر منطقة مثلث برمودا ضمن رحلتها، وفجأة اختفت بكل الناس اللي كانوا فيها. فشلت كل محاولات البحث عنهم. بعد فترة ظهرت السفينة روزالي مرة تانية وكأنها ظهرت من العدم في مكان بعيد تماما عن مثلث برمودا. كان المفاجأة أن السفينة كانت خالية تماما، ما فيش عليها أي حد من الركاب أو طاقم السفينة أو حتى متعلقاتهم. ظهرت السفينة واختفى الطاقم والركاب بالكامل دون أي أثر. وفي نفس السنة سنة 1840 اختفى طاقم السفينة التجارية رونالي، ولكن السفينة نفسها ما اختفتش وفضلت موجودة بكل مكوناتها. وقتها تفسير اللي اتقال ان حصل وباء تسبب في موت كل طاقم السفينة. لكن لو حصل ده فعلا فين الجثث؟ التفسير التاني كان بيقول ان السفينة تعرضت لقرصنة، لكن ازاي وكل متعلقات السفينة وحمولتها بالكامل موجودة ومليانة كان كمان كنوز ومحدش لمسها؟ سنة 1855 تم العثور على الباخرة جيمس جاء
تشيستر في عرض البحر بعد اختفاء طاقمها، وكانت كمان كل حمولتها سليمة زي ما هي، وكل متعلقات السفينة صحيح، كانت متبعترة والكراسي متكسرة ولكنها موجودة. قارب النجاة الوحيد اللي في السفينة كان موجود في مكانه اللي اختفى هم البشر، وكمان أوراق السفينة. سنة 1880 أبحرت السفينة الإنجليزية أتلانتا، وكان على متنها 290 فرد، واختفت بكل الناس اللي كانوا عليها في منطقة مثلث برمودا من غير أي تفسير. أتلانتا ما كانتش مجرد سفينة عادية، دي كانت واحدة من قطع الأسطول الحربي البريطاني، سفينة حربية من أقوى وأعتى وأكبر سفن الأسطول. قامت البحرية البريطانية بعملية بحث واسعة، وتم إعادة البحث مرات ومرات على مدار شهور دون جدوى. اختفت دون أثر، ولم يتم العثور على حتى الحطام أو جثث من كانوا عليها. 1948 طائرة مدنية كان بيطلق عليها ستار تايجر انطلقت ب 25 راكب من لشبونة في رحلة مدتها تقريبا 12 ساعة. واجهت الطيارة ظروف صعبة في طريقها أثناء مرورها فوق مثلث برمودا، رغم أن طاقم الطيارة كانوا الأكفأ على الإطلاق، وانقطع الاتصال بالطيارة تماما، وبدأت خطوط البريطانية حملة موسعة للبحث عن الطيارة استمرت لمدة 21 يوم. الطيارة ما كانش ليها أثر، اختفت تماما بكل الناس اللي كانوا فيها، ومحدش يعرف عنها حاجة من وقتها. في نفس السنة 1948 انطلق الكابتن روبرت لين كويست في رحلة من بورتريكو لميامي في فلوريدا، وتواصل مع برج ميامي لما كان على بعد 50 ميل من المطار، وطلب تعليمات الهبوط وادوله التعليمات بالفعل. بعدها البرج ما تلقاش اي رساله من كابتن لين كويست بعد كده، والطائره ما وصلتش ابدا، فشلت كل محاولات الاتصال، وما تمش العثور على الطائره ولا تم العثور على حطامها، واختفت دون اي مقدمات. سنه 1949 اختفت طائره ستار اريل البريطانية بشكل غامض جدا، وعلى متنها 37 راكب في نفس المنطقة فوق مثلث برمودا، واختفت ستار اريل. كل القصص اللي حكيناها دي قصص موثقة حدثت بالفعل، وذكرت من مصادر كتير ومن أهالي وأصدقاء الأشخاص اللي اختفوا فجأة. حوادث غامضة محدش قادر يلاقي لها تفسير، أشخاص وأشياء تلاشوا في العدم من غير ما يسيبوا وراهم أي أثر، وكأنهم ما كانوش موجودين من الأصل. وده ملفنا النهاردة، تلاشوا في العدم. خليكم لسه معانا النهاردة، قعدت لنا ملف النهاردة نوران أيمن، ولكن لسه عندنا لقاء، لقاء مختلف. اللقاء ده قبل ما نروح لي بفكرك انك هتسمع منه النسخة الصوتية فقط دلوقتي بما اننا في راديو، لكن لو عايز تشوف اللقاء بالصوت والصورة وتشوف اللقاء مصور هتدخل على قناة أحمد يونس على يوتيوب، هينزل عليها يوم السبت ان شاء الله عشان جاري المونتاج لي. اللقاء اتصور في مقابر، اتصور مع ست ترابية حفارة زي ما بتقول على نفسها انها بتحفر للجثامين او للجثث عند الدفن. لقاء هنسمعه دلوقتي، لقاء حقيقي، عايز تشوفه وتشوف التصوير لاننا صورنا وصورنا داخل المكان بالكامل، يبقى تدخل على قناة احمد يونس على يوتيوب AHMAD يونس YOUNESS، وهتلاقي اللقاء يوم السبت مساء موجود. وما تنسوش الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة مع نادر فودة. طيب لو انت عاوز تحصل على كتاب خبايا زي ما اتفقنا، كتاب خبايا نزل الجزء الأول والتاني كمان خلاص نزل، لو عايز تحصل عليه في أكتر من طريقة. لو انت حابب تقابل مندوبنا عند أي محطة من محطات المترو، هتتصل بالرقم ده أو تبعت له على واتساب، هو رقم 011-282-5383 011-282-5383. طيب لو أنت من محافظة غير محافظة القاهرة، في مكتبات كتيرة جدا نزل فيها كتاب خبايا. طيب لو أنت عايز مندوب برضو يقابلك أو يوصل لك الكتاب في أي محافظة، ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب اسمه عيلة أحمد يونس على فيسبوك، واكتب اسم حضرتك وانت من محافظة ايه، والمندوبين بتوعنا في المحافظات المختلفة هيتواصلوا معك على جروب عيلة أحمد يونس. طيب لو انت من القاهرة والجيزة وعايز الكتاب تقابل مندوب كمان يقابلك بيهم وتحصل عليه فورا، الرقم التاني لمندوبنا في القاهرة والجيزة هو 010-00-33545 010-00-33545. وبفكرك مندوبنا اللي بيكون قريب من محطات المترو كلها أستاذ حسن،
رقم تليفونه للتواصل هو 011-282-5383. كتاب خبايا من دار سما للنشر للعبد لله، وهو كتاب شهري هيستمر معانا على طول إن شاء الله، وتحت رعاية إعلامية للراديو 90-90.